قوته ما هي بلهناك، قوة هذا مثل ثلاث أضعاف قوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسعد الله يومك، حياك بحلقة جديدة من آنو 1800. والله يا جماعة الخير المعذرة، طبعا أكيد اشتقتولي لحلقتين أو ثلاث نزلت بدون كام، وبعضكم سأل قال وين الفيس كام، صارت شوية لخبطة في الكاميرا والإضاءة ما إضاءة. الحمد لله ضبط الموضوع هذا، أنا رجعت لكم، استمتعوا بشوفة وجهي، الله يسعدكم حبايبي. المهم نرجع الموضوع آنو، ترى أقسم بالله أني متحمس اليوم لأني أحس أنه واحد منهم بيعلن الحرب علينا. مثل ما قلت لكم بديت السلسلة جبت واحد قوي، الشايب هذا ودي أضبط علاقتي معه الأمانة عشان نكون ضد العجيز هذه. مثل ما سميت التخزينة أصلا سميتها ريفنج فالانتقام، فبحاول قدر الإمكان أن الحرب تكون ضد هذه وليس ضد هذا، هذا يكون في البداية حليف لي وبعدين النهائي نلعب أنا وياه. لكن نفتك من هذه، شوف علاقتي معها 50 وهذا 61 يبين لك تحت، ما ادري اذا شرحت الموضوع من قبل. هذا راح نقول له قدر الامكان بين فتره وفتره ان شاء الله ما انسى اني مثلا هديه كثير عليه، هديه 18000، خلينا نقول له مثلا نمدحه ولا شيء، ما ادري اذا مدحته قبل شوي، ايه مدحته. طيب خلينا نساله اذا عنده كويست، يقول يحتاج شوية وقت. هذا القرصان خلنا نحسن معاه العلاقة شوي. هدية 7000، قوته ما هي بلهناك، قوة هذا مثل ما تشوف ثلاث أضعاف قوتي، بس هذه تحتسب ترى الدفاعات ما دفاعات. الإيكونومي أنا 29 هو 32، يعني تقريبا أنا وياهم نفس الشيء. يا سلام، في ميشن عليه آيتم 30% يزيد الإنتاجية عندي في المدينة، وسبعة بالمئة حلوين، واربعتاشر ألف جيب. إيش يريد هذا؟ بنشوف المشن حقي، خلنا نشوف هذه 195 وهذا 158. الاقتصاد حقها كيف؟ 29-36. أنا لازم أحتل جزر يا جماعة الخير عشان أحسن الاقتصاد، أزيد ووركرز وأزيد فارمرز يعطوني فلوس أكثر. مثل ما تشوفون هذا السالب لازم أني أتعامل معه بأسرع وقت، لأن هذا يأثر على الانتاجية فيه. مثلا خلنا نشوف مثلا الانتاجية هنا، مثل ما تشوفون العلامة فيه لم تزبط معنا. إيه مثلا الحين 32% شغالين في هذا المكان، وأنا أحتاج ووركرز 77 مفروض يكونوا شغالين هنا، فلذلك لازم بأسرع وقت ممكن أطور الحلوين هذا. لا الفارمر سهل موضوعهم، الفارمر سهل موضوعهم. خلنا نسوي مثلا كذا بشكل طولي هالمكان. خلنا نشوف السوق وكيف الوضع معه. مثل ما تشوفون السمك بالأحمر نازل، فلذلك لازم نزيد سمك واحد. ما شاء الله السمك عبيته والله. وين المدافع؟ ايه تعال، الدفاعات لازم نقويها، من اهم الشغلات اللي اسويها اني اقوي الدفاعات في بلو برنت. ابني الفلوس كيف؟ حلو، زيادة 2000، حس ان الوقت سريع يا اخي. الفارمرز نقصوا لاني بنيت السمك هذا، ولكن برضو نقدر نسوي داون جريد من الوركرز الى فارمرز، نسوي داون جريد عشان بس نحل مشكلة الفارمرز، النقص الكبير في الفارمرز. هذا يبغى يحتل الجزيرة، ولكن خلنا نقول له، خلنا نشوف الجزيرة وين الجزيرة اللي يباها. في العالم الجديد، في العالم الجديد هذه الجزيرة هي طويل العمر، يبغى هذه. لا لا اسمح لي، انا ابغى هذه وهذه وهذه، لانها هي الممر الوحيد السيف. لو اخذ هذا خذوه، لو اخذ هذه قريب مني بتحشرني، ولو اخذ هذه وتحاربت معاه خذ هذه. لا لا هذه لا، خلنا اتاكد انه يبغى هذه. والله هذه مره كبيره، اكبر وحده، هذه اكبر وحده في الـ في الـ في العالم الجديد، فلذلك اقول لها توكل على الله. توكل على الله يا اخوي. ذكرني بموضوع الدفاعات، خلنا سريع سريع نسوي دفاعات. اتوقع هذه ما حطيت فيها دفاعات، اي والله ما حطيت فيها دفاعات، هذه ضروري. نيو 2 سميتها، وهذيك اللي جنبها نيو 1. لو تلاحظون لو في حرب، ايش هذا؟
في بيوت تدمرت، مع أن فيها عندي فاير ستيشن. يلا ما عليه، خلنا نشوف موضوع الدفاعات لأن في حرب أحس أنها بتكون قريبة. طيب هذا كانون لازم نحط منه اثنين، هذا واحد وهذا اثنين. إيش أحتاج؟ نحتاج 20 من هذا و 80 طمي، 80 طمي و 20. أوكي 80 طمي إن شاء الله يكون في 53. طيب الكليبر حقي، الكليبر هذا الكليبر أسرع وحدة فيها خشب، الخشب ما أحتاجه، راح أشله معي. ليكون السفن حقي فيها أغراض؟ دقيقة خلنا نتأكد. ها شوف هذه فيها 30. حلو حلو. ودها هنا، ودها هنا 30. حلوين 30 و 50 موجودة. يا سلام. القنز يعني مواردها جاهزة. تعال نشيل شيل يا رب في قنز، قنز من العالم القديم أتوقع في 5. طيب الدفاعات هنا جاهزة، جاهزة حلوة. 5 كم قلنا؟ 40، يعني نحتاج 35 زيادة. والطمي، الطمي 50، أعطني 50 طمي. وين الطمي؟ الطمي الطمي جميل. أرسل مراسلك حتى لو نبني واحد قبل أن ننسى نرجع العالم القديم ونرسل غنز. طيب خلنا نسوي تشارتر راوت بما أننا ما عندنا سفن كافية، نقول له أرسل لي غنز من أبوظبي إلى العالم الجديد، وصل لي إياه إلى هذه المدينة الجديدة. وصل لي يا طويل العمر 20 في كل مرة، أتوقع أنها كثير لنحتاجها في السفن. خلنا نقول 15 في كل مرة. في شغلة حلوة من ضمن الشغلات اللي تعلمتها إنه يمديك تسحب بس لأنه مش في الرينج، مجرد ما يدخل في الرينج تسحبه وتنقله من سفينة لسفينة أو تنقلها إلى الستور. طبعا عندي 75 فل عشان كذا ما أقدر. خلنا نسحب هذا وهذا والطمي عندي 75. لازم في شغلة نبنيها قبل لا أنسى، اللي هو المخزن الإضافي اللي يخلي الستور ياخذ أكثر من 75. هذه لازم تكون موجودة دائما وأبدا في جميع الجزر. والله أنا جالس أفكر فيها الحين، يعني 3 أضعاف قوتي بالهجوم، فلذلك لازم أقوي دفاعاتي بحيث أن أخسرهم سفن يوم يهجمون علي، وما أخليهم يأخذون ولا مدينة مني أهم شيء، أو ولا جزيرة. الشغلة الثانية الاقتصاد حقي متقارب معهم، فلذلك أروح احتل الجزر أكثر وأسوي فيها دفاعات والاقتصاد يكون مرة قوي عندي، لأنهم راح يدفعون لي فلوس برضو من الجزر الجديدة اللي راح إن شاء الله أقدر احتلها. وبعدين بكل سهولة راح أقدر أبني سفن حربية كثير، ويمديني أروح أدخل لهم دخلة جامدة. فهذه الخطة اللي في بالي حاليا، ونشوف إيش يصير معنا. وطبعا ودي أحتل، أنا حاليا هنا وهنا راح أحتل هذه. أول شيء راح أسوي راح أحتل هذه الحين، بعدين راح أنقل البضايع للعالم الجديد عشان أحتل في العالم الجديد. سريع الله يرحم والديك يا أخي، بطيئة مرة لأن الرياح. على فكرة مثلا تكلمت على هذه النقطة برضه، الرياح الحين ضدي، فعشان كذا حتى في الحرب يوم تستخدم هذه النقطة ضروري انك تشوف الرياح وين رايحة عشان تكون سفنك تلاحق السفينة الثانية او تعرف وين تهرب فتمشي باتجاه الرياح. خلنا نرسل ستيل 50 هنا، تمام، و50 ثانية، و50 تمبر، 50 تمبر للمدينة اللي جنبنا هنا. خلنا نبنيه مثلا هنا في النص. يا اخي عجبني يوم يسلي من وين لك ذي الجزيرة كذا، كأنه عرفت هذا فيها مرض الظاهر. اي والله فيها مرض، انا بنيت هسبتل. اي والله انا بنيت هسبتل بس وينه؟ في وباء في السفينة هذه وراح ينشره الى السفن الثانية، مشكلة والله. خلنا السفن الثانية هذه اللي جاي بالطريق نوقفها هنا على الطرف.
لأن المرض ينتشر بين سفينة وإلى المدينة. نعطيه هدية 20,000 أو نطلب على طول تريد نشوف كم بيطلب. أنا أقول ودي نشوف كم بيطلب أول شيء في البداية. 70,000 والله فدوة. يا سلام. وأعطاه مدح بعد. خلاص. حلو جميل جدا. هذه اللي نبي نعلن عليها الحرب. دقيقة، هل متصالح معاها هو؟ لا متصالح معها. طيب لازم نضبط حليف قبل يتحالف معاها. لازم نضبط حليف. وين أنا أي واحد هذا أنا؟ زيرو. 20,000 نضبط علاقاتنا معه. يستاهل. ما أدري إذا كانت في مساحة هنا استغل القطن. شوف 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 يا جماعة الخير يحتفلون. فستيفال. وين الفستيفال؟ أسمع أصوات هنا. يووو. شوف الاحتفال. شوف يووو سوتر. شوف الاحتفال يا جماعة الخير. دقيقة في حركة. كيف؟ اتمشى معاهم. شوف الاحتفال بحكمي يا جماعة الخير. شوف الاحتفال. هذا لكل شخص يشكك في حكمي ويقول انك ايش كانوا يكتبون؟ ايه كانوا يقولون مساكين شعبك ما يعرفون انك انت حاكمهم. شوفوا يا جماعة الخير شوف الاحتفالات. شوف الاحتفالات. شوف الاحتفالات. والله ما ادري كيف الكاميرا هذه على اساس اني اتمشى بينهم. يا لبي الله يسعدكم يا شيخ. والله جالسين يحتفلون يا حبيبي. دخل 7000 دخل. عمري ما حلمت فيها. اوه ناقصكم فش يا شيخ. ايش 60,000؟ لا زعلتني والله. 60,000 نانا جريشن باكت. طيب ليه ما نكون اخويا بالمرة تكون حليفي؟ هذا بس عدم مدري ايش. يا شكلهم يعرفون انه معي فلوس واجد. اخي هذا ما ودي ارفض لها طلب. والله ما ودي ارفض لها طلب. لحقتها في اخر ثانية كذا وانا متردد. كنت متردد ودي اروح اشوف كم جيشه. والله العظيم اني اقدر عليه والله، بس ما ودي اتحارب مع شخصين بنفس الوقت. لسه زيرو. معطيني هذول بنص هيلث ويبغوني اوصلهم. يخرب بيت المشن يا شيخ. اعطوني اياه بنص هيلث. يا اخي استغفر الله العظيم. طارت واحد من السفن حقنا. تكفى. تكفى يمديك. تكفى يمديك. تكفى يمديك. اطلق طلقة واحدة. يا سلام. يا سلام. ارجع ارجع ارجع. والله العظيم انه كفو. غسلت يدي انا منه. يا هو سريعا. ما اعطيني اياها بنص هلث اقسم بالله استهبال. طيب خلنا نشوف الاغراض اللي وصلت. بالنسبة للدفاعات كنا نتكلم عن الدفاعات. جميل هذا طورناه. وهذا مطور حلو. اتوقع نحتاج شوية دفاعات زيادة بس حاليا نكتفي بهذا. هذا لازم نهلكها اذا كنا نبي نحاربها. لازم نهلكها في العالم الجديد.
العالم القديم اكيد ما راح نقدر عليها، بس برضه لازم نقوي دفاعاتنا في العالم القديم عشان هي برضه ما تقدر علينا. على العموم انا عندي ميشن نسيته، خلنا نزيد الفلوس برضه زيادة. شوفوا الفلوس يا جماعة، قبل اسوي الفلوس شوفوا 4800. ها طيب وصلنا 5000 4000. شوفوا ها شوفوا الفلوس، فلوس وصرفية وسعادة. شوف من 4000 9000 دخل، 9000 دخل يا جماعة الخير. يا أخي أقسم بالله فلوس مش طبيعي. لا لا عفوا، شوف هذا زعل يا شيخ على زق، وهذه زالت 5 يا رجال. بالفلوس هذا اللي بجيبها بعطيكم نص منها كذا وراضيكم. احتاج سفن كثيرة حربية عشان اكمل الاستكشافات، لان مثل ما شفتوا انا خايف اني ارسل هذا الضعاف. ايوه تم اعلان الحرب، تم اعلان الحرب يا اعزائي المشاهدين. The moon is not war is declared on us. لذلك انا جالس اضبط نفسي، جالس اضبط دفاعاتي. وين الطمي سريع؟ الطمي سريع، هذا الطمي. يا سلام جيت بوقتك سريع. قمت اوقف يا قمت اوقف الوقت من الربشة يا ولد. My father died in a mine. ايش دخل ابوي انا في ابوك؟ يقول ابوه مات في المنجم هذا، طيب انا ايش دخلني فيك؟ لا 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 لا. على العموم يا جماعة الخير طولت اتوقع. كل فلوس مثل ما تشوفون وصلت تقريبا نص مليون، نص مليون نص مليون نص مليون يا شباب، وصلت نص مليون. فلذلك ناقصني بس المعدات والفلوس موجودة، وابن السفن حربية لما تقول بس، وخلي السالم ان شاء الله 10000 وروح حارب. مثل ما شفتوا اعلنت الحرب علي، فلذلك على طول الحلقة الجاية كلها سفن حربية كذا، بناء سفن حربية. والله المستعان. دقيقة قبل لا ننهي المقطع، دقيقة رويكم قوتها وما اعلنت عليها حرب. تقريبا 3 أضعاف قوتي، تمام 3 أضعاف قوتي. تذكر يا تاريخ 3 أضعاف قوتي، وهذا اللي ما وده يكون حليف لي. زيرو تشانس ريكوست الينس. جالس تهجم علي طبعا. بس خلها الحلقة الجاية، راح اوقف تخزينه هنا، راح اوقف تخزينه هنا. في ناس جالسين يجلدون. ما ودي ارويكم حتى وين هجمت علي، بس خلاص والله علقت اللعبة. help me. Nigga!